مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج صحتك في رمضان عبر قناتكم قناة الوطنية تي في. في هذا العدد سنتناول موضوع اضطرابات النوم في شهر رمضان، وأسعد باستضافة الدكتور عبد بن هنو عبد النور، طبيب بقسم الأمراض العصبية والنفسية. أهلا بك دكتور. أهلا بك أستاذ أسماء، ألف شكر لك على الاستضافة وألف شكر أيضا لقناة الوطنية تي في. إذن مشاهدينا، اليوم كما قلت سنتطرق إلى موضوع اضطرابات النوم في رمضان وكيف تؤثر على صحتنا. سنناقش هذا الموضوع مع الدكتور، ولكن نتوقف قبل ذلك تقرير عن اضطرابات النوم في رمضان. بحلول شهر رمضان المبارك تتغير ساعة النوم المعتادة، حيث تؤثر وجبة السحور في هذا التعديل، مما يحدث اضطرابا في النوم بسبب تغير الساعة البيولوجية. وتنطوي تحت قائمة اضطرابات النوم عدة مشكلات، تبدأ بصعوبة الدخول في النوم رغم الذهاب إلى الفراش أو النوم بالفعل، لكن مع الوصول لعدد الساعات الكافي يستيقظ الشخص بدون أن يشعر أنه حصل على قسط كاف من الراحة في النوم. وتؤثر اضطرابات النوم على صحة الجسم في النهار مثل الصداع والتأثير على الوظيفة الإدراكية، لذا ينصح الخبراء بتنظيم ساعات النوم وتقليل ساعات السهر لتفادي آثار الاضطرابات السلبية لهذه المشكلة. عودة إليكم مشاهدينا. إذا دكتور، ربما أول شيء يغير نمط أو روتين الحياة في رمضان هو وجبة السحور. نعم، يعني كيف يؤثر هذا التغيير على نوم الشخص؟ أوكي، إذا أول شيء رمضان مبارك لكل الجزائريين، إن شاء الله يكون، أعتقد رمضان هذا العام حيكون مختلف بعد عامين من الكورونا، رمضان هذا العام بنكهة جميلة إن شاء الله. وطبعا في رمضان دائما هناك تغير في العادات عند الجزائريين، بل نقدر نقول في المجتمعات العربية والإسلامية كذلك بشكل عام. ما حش نقول النوم في رمضان، ولا يعني ما حصلوهاش فقط في رمضان، لكن أكثر شيء الحاجة اللي نشوفوها أنه العادات اليومية، العادات السلوكية للناس اللي تتغير، يمكن أن تربطيها بوجبة السحور، لكن أيضا نقدر نربطه مشاكل النوم بتأخر في النوم، بالحفلات، بالسهرات، بالشوبينج الليلي، صح، ممكن نربطها كذلك بأحيانا الحر كذلك، ساعات العمل أيضا، زخم العمل أيضا إلى آخره. ففي الحقيقة هناك أمور عديدة تتحكم في درجة النوم، واحد منها يمكن السحور. طبعا السحور كاين ناس تقول لك لانه نص في النص فرقاد يخسر، وكاين ناس يقول لك بعد ما نتسحر ما حش نعاود نقدر نرقد. هي في الحقيقه دائما نقول الوجبه ولا السحور هكا في حد ذاته كيف يمكن يؤثر على النوم. لا يستحب النوم على معده مملوءه، اوكي، بل اصلا الانسان ما حش يقدر يرقد على معده مملوءة. فدائما ننصح نحكي ربما وجبة خفيفة نوعا، يمكن وجبة خفيفة. تعرف احنا واحدة من العادات السيئة يمكن عند الجزائريين انه غالب السحور تاعنا مسفوف. لكن دكتور، ربما ليس المشكل في نوع الوجبة، ولكن في الوقت ربما كي الناس يجدون الصعوبة في النوم بعد السحور. يجدون صعوبة في النوم بعد السحور لأن المعدة مملوءة. عدنا للناس. نعم، اوكي. فباش نكون، لماذا الانسان لما ياكل الاكل في حد ذاته هي عمليه بيولوجيه، هي عمليه ميكانيكيه، كاين عمليه تاع هضم، تاع وراه ترحل داخل، عمليه انزيمات تتدخل كذلك، فيها ايضا هرمونات كذلك اللي سوف تحفز كذلك، فهي عمليه ميتابوليزيه، اوكي، دونك يا اون اكسيون ميتابوليك، كاين عمل لترتفع فيه الاداء الوظيفي في جسم الانسان. دونك لوجيكمون هنا بشكل منطقي ما حش يكون كاين بعد الصعود في الاداء الوظيفي للخلايا نوم، فهمتيني؟ على بها تبدا فتره الهضم، استخراج المغذيات، امتصاصها، كل هذه فتره الجسم تاعك راهو يخدم، من برا راكي قاعده، بصح الداخل كل الخلايا تاعك راهي تخدم، كل الخلايا تاعك راهي تشتغل وكانه بالنسبه لها 12 ساعه الصباح، فهمتيني؟ فلا يعقل بانه مباشره الانسان يتسحر ثم يروح يتكسل.
اوكي، حتى في الدين تاعنا مثلا الانسان يتسحر ثم يروح مثلا يصلي ولا يقرا قرانه ركعتين، يصلي الفجر تاعه ركعتين بعد الفجر، فكاين فتره تاع تقريبا 40 دقيقه ساعه، طبيا نحن ننصح بساعه ونص، اوكي ساعه ونص بعد الوجبه الانسان يمكن انه ينام بشكل عادي جدا، لكن مباشره بعد النوم فيها كلام. وايضا الامر يعتمد على نوع الوجبه كذلك، فاذا كانت وجبه ثقيله مليئه بالدسم كذلك غنيه جدا بالكربوهيدرات، وجبات متقاربه، تعرفي احنا في رمضان يفطر ثم نص الليل عنده وجبه ثم يزيد شويه يدي تعرفي الحلوى دو باغتو، صح لبيه وقلب لوزيا دو باغتو في كاين الليل. اللي لا ينام حتى الوقت السحور، يعني منذ الإفطار حتى السحور أوتوريزي الماكلة بمختلف الماكلة. الفترات. إذا حبينا يمكن نحكيه على مشكل النوم بشكل خاص، أعتقد في فترة رمضان الأمر يبان بشكل كبير جدا، كاين ناس عندهم مشاكل نوم حتى قبل رمضان، أوكي حتى قبل رمضان، الآن في رمضان حتى اللي ما كانش عنده مشكل نوم يمكن يكتسبها. لماذا؟ لأنه كاين عادات خاطئة كثيرة، سلوكية، تغذية كذلك، نوع الوجبات، طريقة طبخها كذلك، أحيانا يمكن يكون بعض الضغوطات، ثم الجو المحيط يعني من المناخ إذا كان في الصيف ولا في البرد، دونك سي با كيف كيف. دكتور، قبل أن نقول المشكلات تاع النوم، ما هو عدد الساعات الكافية لراحة الجسم، ساعات النوم الطبيعية؟ يمكن قبل ما نقول على ساعات النوم كذلك نحكي على أهمية النوم، لأنه كاين بزاف ناس من سلوكياتهم النوم آخر شيء، يمكن يضحي بالنوم عادي، تعرفي عادي يقول اليوم عندي سهره نورمال، ما غدا الصباح راني خدام، معليش ما نرقدش، نرقد ساعتين، معليش معليش، ولا اليوم اون فيغ نوي بلونش، ياك اليوم ما نرقدوش، عادي عادي، وكانه النوم بدون اهميه. على بها نصيبوا الناس في رمضان، يسهر ما عندوش مشكل، يروح يحوس في الليل ما عندوش مشكل، ياكل في الليل ما عندوش مشكل، لانه النوم يمكن بالنسبه لي هو اخر اهتمام. فمهم جدا انه كامل كيما رانا نفهموا باللي النوم يمكن يعتبر واحد من فعلا فعلا من اهم العمليات الوظيفيه في الجسم تاعنا، درجه اهميتها يمكن مثل عمل القلب، مثل عمل التنفس، مثل عمل الجهاز الهضمي. جو بونس با كي كان يمكن او يفكر يعيش بدون قلب ولا بدون رئه ولا بدون معبيش انا دماغ في حد ذاته ولا بدون عينين. فنفس الامر اهميه النوم. لو كان نقول لاي انسان، انت عندك سياره فرضا استاذ اسمه، انت عندك سياره ديلها من ذاك لونتروتيان تاعها، لا تصلحيها منين ذاك؟ دوزيها على البومبة تاع ليسونس شوية، توكليها مثلا، مستحيل السيارة تاعك تبقى تشتغل شهر ولا نهار كامل مثلا تتمشي بها، لا، إذا مشينا بها راح خلوها تريح سينو تسخن، ياك، يعني وإذا سخنت بعدين تخسر بعد تولي في لي ديبونس. نفس الأمر إذا كان هذا الأمر مع الآلة، فكيفاش مع الجسم تاعنا نحن؟ كامل كيما رانا على بالنا بلي الأداء الوظيفي، الأداء السلوكي، الأداء المعرفي كذلك، والجسم تاعنا بكل يعني لي فونكسيون تاعو يشغل عن طريق الدماغ، سواء هرموناتنا، انزيماتنا، نمونا، كلها عن طريق الدماغ، اوكي؟ وانا نشتغل اثناء اليوم، الانسان يصبح مثلا ينوض السادسه، السابعه، التاسعه صباحا، وراه يشتغل طوال اليوم، طوال اليوم راه يشتغل، لا هو خدام، لا هو يقرا، كل انسان في مكانه، ياتي عليه الليل. الان في الليل الاصل انه فيه سكون، كما يقرب يعني الليل فيه سكن، والنهار صباحا نشيطين. فالفتره تاع النوم الاصل تكون ليلا، اوكي يعني باش نحكيو على النوم، الى تخوا كريتير ولا ثلاث مواصفات مهم نذكرها بعدين. ففترة النوم هي فترة لراحة الجسم بالدرجة الأولى، ثم لإعادة توازن الجسم لعمل أعضاء أكيد معينة. سيت نفضح نعاود ندير فيها لو ديماراج، نفضح وعيد فيها تشغيل الجسم تاعنا، هي مرحلة اللي حتفصل الأداء اليوم تاعي مع الأداء تاع الغد كذلك، من عدة نواحي. مثلا اليوم أنت تعرضت لضغوطات في العمل، وقتاش راح تروح؟ عندنا النوم كذلك، الجسم تاعك عضلاتك راهي منهكه، فعندنا النوم كما ممارسه الرياضه، ربما الجسم يحرق السعرات الحراريه اثناء النوم. فيها كلام يعني يحرق سعرات حراريه اثناء النوم، يعني فيها كلام. لكن النمو مثلا، فتره النمو، نمو الطفل الصغير مثلا، كل النمو في فتره الليليه، فهمتيني؟ فاثناء النوم كاين هرمونات تشغل بزياده، خاصه هرمونات الغده الدرقيه وهرمون النمو كذلك لاجياج، فكاين تغيرات اللي راح تصير كذلك حتى تعيد توازن الجسم. مثلا للطلبه كذلك، نشوف اللي بزاف الطلبه اثناء فتره الامتحانات، ناس ايضا الشباب البكالوريا كذلك في لي بريباراسيون تاعهم ماتنا، تبه يسهر بشكل كبير جدا. فما يخفاش على الانسان باللي إذا أنا صباحا خزنت معلومات، في الليل كاين انفاز في النوم تاعنا، النوم في يعني أربع مراحل، فانفاز نسموها لو سومي باراتوكسال، ولا نوم
عين الحركة السريعة وكيك شوز كومسا باللغة العربية، النوم لما تكون في الحركة السريعة، فترة الأحلام ولا النوم العميق. العميق. أيوة، الدماغ تاعنا يعيد فيه كذلك، يعاود يستف فيه المعلومات، يعاود يستف فيه الذكريات، يعاود يستف فيه الأحداث، يعاود يستف فيه الشخصيات، يعاود يرتب الملفات كذلك. فالإنسان تخيلي معي ممكن ليلة بيضاء، وأحيانا نجبر خاصة يمكن كصحفيين تخدموا يعني كل وقت، وأطباء كذلك مع المناوبات، فتخدم يوم أحيانا تسيب روحك تخدم 36 ساعة متواصلة أحيانا أكثر، فتولي كاين دي لاكون، صح، كاين فراغات حتى في الذاكرة. شكون فلان محمد تلاقيت؟ صبر، صح. فالاستذكار يصعب كذلك أحيانا، نربطها حتى مع يمكن آلام فيزيائية، ربما هذه صداع في الآثار الرأس. السلبية أي نعم، لقلة النوم. أي نعم، أي نعم، صح. فالصداع كذلك، اللي بزاف ناس تعاني من الصداع كذلك في رمضان، واحد من أهم الأسباب هي اضطرابات النوم. الخباط كذلك، لأنه هرمونات الغدة الدرقية ترتبط بالأمر، ولا يعني تجيري شوية لاتاكي كارديو بيان الخباط كذلك. الإنسان عدم أخذ القرار بشكل جيد كذلك نصيب الإنسان، حتى المناوشات اللي تصير في رمضان، فلان دابز مع فلان، فلان إلى با سوبورتي سا كذلك، لأنه المزاج في حد ذاته غير منضبط. لماذا؟ لأنه الفترة اللي يلزم تكون ما كانتش اللي هي فترة النوم. ولهذا منا نقول فريمون ميساج لكل الناس اللي راهي تسمعنا اليوم، بأنه النوم يعد عملية حيوية مهمة جدا جدا جدا، أداءها هو نفس، ولا أهميتها هي نفس أهمية القلب والرئة كذلك. وهنا نروحوا لي ساعات النوم اللي كنت سألتيني عليها. دونك باش نحكي على النوم، نحكي على 3 مواصفات أساسية موجودة في النوم، اللي هي أول شيء متى ننام. فمن نرقدوش الصباح باش يكون النوم تاعنا سكون ابل إيفيكاس، فعال، لازم يكون النوم ليلا. لماذا؟ فيه ارتباط مع هرمون اللي هو هرمون الميلاتونين. الميلاتونين هرمون اللي هو هرمون أو معروف يعني ليه هرمون النوم، اللي تفرزه المنطقة. في رمضان راح يكون النوم متأخر نوعا ما، تكون صلاة التراويح، سهرات عائلية، يكون تغير. أكيد هو كل المشكل في تغير السلوكيات. رمضان بريء، رمضان بريء منا لكن في تغير في السلوكيات تاعنا، والسلوكيات تاعنا هي اللي راح تأثر على كل هذه الامور الاساسيه. فاول شيء النوم لازم يكون ليلا. لماذا ليلا؟ لانه عندنا هرمون تفريز منطقه ما فوق الكازمه البصريه في الدماغ، اللي هو هرمون الميلاتونين، اللي هو يعتبر هرمون النوم، هو الهرمون اللي راح يوصل الانسان الى مرحله النوم العميق اللي راح نحكي عليها. يفرز متى؟ ليلا في الظلام الدامس، دونك لازم تكون شومبرا او بالظلام ايتو باش هذا الهرمون يفرز. الامر الثاني هو ساعه النوم، دونك لازم النوم يكون كافي من ناحيه الساعات. الساعات تختلف على حسب عمر الانسان. الطفل الصغير يمكن ينام يعني الرضيع مثلا 13 ساعه 16 ساعه يوميا. الطفل يعني فتره طفوله 10 سنوات 12 سنه يمكن دي 9 سنوات. الادلت يعني الكبير فتره نوم 6 ساعات الى 8 ساعات اعتقد راح تكون كافيه بالنسبه له. الامر الثالث باش نحكي على نوم فعال، واللي يسموه ايضا بالنوم المرتجع، بدي النوم اللي اعطاه الفعاليه تاعو، انه يكون تصل الى مرحله النوم العميق. يا دي جون استاذ اسمع تشوفهم يقول لك والله غير يرقد 9 ساعات، يقول لك والله غير اني عيان، ولا يقول لك والله غير شغلي ما رقدتش، صح، نوض متعب منهك. لماذا؟ لانه على الغالب ما لحقش في النوم تاعو الى ما يسمى بمرحله النوم العميق، فبقى جوست هكا في سوبرفيسيال يعوم. نعم دكتور، اذا استسمحك نشوف اراء المواطنين حول الاضطرابات اللي تصادفهم اثناء رمضان. اخا بزاف، ماشي غير ما نرقدش كاع، ما ديجا دي ناتور ما نرقدش، الوغ في رمضان بيغ والله، نوضو مكوفخين، نوضو عيانين، نوضو ربي معانا وخلاص. يجوز شهر، يجوز كيما كان الحال، يجوز ما نوض كامل، ما كاش كامل كيفاش، سورتو قهوة تاع الصباح يفوتني، هذيك القهوة تاع الصباح 8 ل 10 هكذاك خلاص، ما عندي من صوم ما عندي حاجة، بس هذيك القهوة تاع الصباح اللي العبد ما يقدرش يتجاوزها، ما يقدرش يستغنى عليها، هذا ما كان باقي كامل الحمد لله. يعني النوم يتبدل في رمضان باسكو البروغرام تاع الخدمة يتبدل، على هذيك اللي النوم يتبدل. كيما نخدم شوفير في ايتوزا يتبدل عليا، نخدم في الليل، نخدم رمضان هذا في الليل، تما نخدم حتى الوحده زوج تاع الليل، تما نولي نرقد مع السحور، نتسحر باش نرقد. يتقلب انت تقعد ترقدي ساعه وتنودي، ومن بعد ترقدي زوج ساعات تنودي، ومن بعد تنودي تسحري، وتصلي بعد يروح عليك كاع نعاس. هذا هو رمضان، جينا بصحه ولا هنا؟ لا لا ولا غير نور، ما رمضان في رمضان ما شاء الله الحمد لله يا ربي. وقتا بيزا بيد موناجا تاح الحمد لله. بون اليامات الاولين يومي ثلاث ايام، بعد خلاص سي سي بون، وكيروح من بعد ندبو عليه. هذه هي.
عودة إليكم مشاهدينا. إذا دكتور شفنا آراء المواطنين حول اضطرابات النوم اللي يعانيوا منها في رمضان، ما هي النصائح التي يمكن أن تقدمها لهؤلاء المواطنين؟ طبعا أهم نصيحة هي الوعي بأهمية النوم، ماشي كي ما تصيبش باش الضحي ضحي بالرقاد تاعك. فاذا فهمت انت بلي رقادك يتحكم في دماغك ومزاجك وقلبك وهو، فمهم احترام النوم. الان كيف احترم النوم؟ على بالي بلي تقول لي كاين التراويح، كاين القيام، صح، ومام دونك كاين السهرات، كاين الافلام تاع السهره، كاين نتجمعوا في العائله، صح، السهرات العائليه وسهرات الاصدقاء ايتو، ثم الطلبه اللي راهم يجهزوا لامتحاناتهم كذلك. فنقول اهم شيء لازم معاملتنا في النوم قبل رمضان لا تختلف على بعد رمضان. اوكي، يعني ورمضان يعني في حد ذاته اونبخي رمضان وكونسيديراسيون اوسي. فمهم اذا حبينا نديروا التغيير فالتغيير يكون مبني على العادات. يمكن الانسان، انصح انا دائما الانسان حتى في رمضان مثلا يرقد 12 تعليل، حتى تصلي وتسهر وديرهم كاع، بس عندك 12 تعليل. اوكي، 12 تعليل كومبتون دو امينوي ونجو ماشيين، تنام شحال 6 ساعات الى 8 ساعات اعتقد راح تكون كافيه بشكل يعني 3 مراحل نوم ولا 3 سيكل تاع رقاد الى 4 راح تكون كافيه جدا. تنوض تتسحر ثم تعاود ترجع بشكل عادي جدا. كاين ناس دائما يقولوا لا انا ما نرقدش وخلي حتى يلحق الفطور حتى يلحق السحور عفوا ثم نرقد ثم صباح يرقد. اوكي، فرضا تسحرت انت الساعه 5 صباحا، الساعه 5 ونص صباحا، ثم راح تنوض على 8 تروح تخدم. فلازم نعرفوا بلي النوم يعتبر دين على جسم الانسان، كريدي. فاذا ما رقدتش انا بعد رقد ساعتين فعندي امور تاع ربع سوايع على الاقل، ثم غدوه راح نزيد نكردي، بعد غدوه راح نزيد ايضا نكردي. لازم نعرف ايضا باللي الجسم تاعي ما راحش يسامحني في قصه النوم، تراكم 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 تراكم، ثم نسخت ماما الجسم تاعك حيولي يعبر كذلك على الامر. هل يمكن ان يصاب بامراض معينه نتيجه قله النوم؟ اكيد النوم في حد ذاته ولا سليب ديزوردر في حد ذاته يعني هو يعني ميدان كبير في حد ذاته، مش فقط من ناحية العصبية ولا من ناحية التفكير أو المزاج، لكن قلنا بلي النوم يضبط العديد من الهرمونات، منها هرمون النمو، من هرمون النمو مسؤول عن نمو الأورام مثلا. فالناس اللي عندهم نوم مضطرب هم أكثر عرضة بأضعاف مضاعفة لنمو الأورام. اوكي، الأورام الخبيثة، ولا أعتقد في إنسان حب يصاب بورم. أيضا مسؤول على هرمونات الغدة الدرقية، هي مسؤولة كذلك. ربما دكتور هناك مشكل قلة النوم وهناك مشكل آخر ربما العكس، أنه كاين أشخاص يقضي طول النهار وهو نائم، هل هناك أثار سلبية لهذا النوم؟ أكيد أكيد أكيد. النوم عندنا واش قلنا باش يكون نوم مليح؟ رقاد في الليل، ساعات النوم 6 إلى 8 ساعات إذا كان إنسان بالغ، ثم الوصول إلى النوم العميق، هذا اسمه نوم مرتجع، هذا اسمه نوم أو النوم الصحي. حاجة أخرى اسمها نوم، هذاك اللي يرقد حتى الاذان، نص ساعه قبل الاذان ثم ينوض. اوكي، ثم لماذا؟ لانه يبات لي كامل سهران، ما كاش انسان راح يقدر هكا يتكسل ويرقد 20 ساعه، يستحيل، الجسم تاعك راح يرفض جنابك يولي يسطر عليك. ربما حتى بعد رمضان راح يوالف هذا الخمول والكسل اثناء النهار. شوفي، هو المشكل قلنا في اكتساب العادات، باش الانسان يتبرمج على عاده على الاقل راح تاخذ منه. إذا حكينا على الساعة البيولوجية أو ما يسمى بالساعة البيولوجية، في دراسات تقول بلي ساعة الإنسان البيولوجية تتبرمج في 10 أيام، في دراسات تقول بلي لا، العقل تاع الإنسان يتبرمج في مدة أقلها 21 يوم. لأن التحدي تاعنا أنه نحن نمر بعادات صحية خاطئة طوال 30 يوم في رمضان، شايف عليا 30 يوم في رمضان ونحن نمر بعادات صحية خاطئة. فطيب هذا الإنسان مثلا لينام فترة طويلة، كيفاش ينام فترة طويلة؟ راح يقلب الليل تاعه على النهار تاعه، فطبيه ليل كامل هو نايض او مجوز وقته، شبه ممكن راه يقرا، ممكن راه يشوف الافلام، ممكن راه قاعد يكونيكتي، ممكن ممكن ممكن، خاصه الان مع وسائل التشتت وسائل التواصل الاجتماعي. اي نعم، فطبيه حكم التليفون والوقت يمر كذلك حتى طول الشمس، هكا طول الشمس راح يقعد. المشكل مش في يوم، 2 3 4 10 20 يوم، فسوف يكتسبها كعاده. الان بعد رمضان اذا سي يرجع الى الريجيم تاعو الى العاده القديمه، الامر راح يكون صعب بالنسبه ليه. علاش؟ لانه كاين دين، واش كنا نقول مقبل، كاين الجسم تاعك راه يستدان منه، يحتاج الى الراحه. يعني نفس الجيت لاك مثلا، انسان يسافر الى منطقه ما، كاين فارق التوقيت، وفارق التوقيت يهلك البعض،
ربما قلت ايضا انه لازم عمل الاعضاء تكون ليلا. هذه نقطه مهمه. احنا بكري كنا نقولوا كاين فقط الساعه البيولوجيه تاع جسم الانسان. الاستاذ اسماء مثلا متعود الساعه السابعه صباحا تستيقظ، يبقى ممكن ترقدي على الخمسه السبعه يطير عليك النوم. الان في الطب الحديث كاين حتى ما يعرف بالساعه البيولوجيه للاعضاء في حد ذاتها. فكاين الغده النخامي مثلا تفرز هرمونات في وقت معين، البنكرياس تاعنا يفرز هرمونات في وقت معين، الكبد كذلك عندها ساعه بيولوجيه خاصه بها كذلك، وهذا الامر يجب ان يحترم كذلك. فاذا احنا نسينا نخلطوا النوم فتبدا تخلط من الغده النخاميه وراح اذا تخلطت الهرمونات الامر راح يكون صعب جدا جدا جدا. فالامراض ولا التبعات تاعها ما راحش تكون فقط امراض ولا يعني مزاجيه نفسيه، لكن ايضا يمكن ان تمر الى اضطرابات حتى جسمية كذلك. أمراض الكوليسترول كذلك نعرفوا بلي كاين الكوليسترول الجيد الأشديال، يعني ما عندناش مثلا دواء يقدر يحسن من نسبة الأشديال في الدم ليعتبر نوع من الدهون الجيدة طبعا ليحمي القلب بتاعنا ضد الأزمة القلبية وانسداد الشرايين كذلك. العامل اللي المعروف الآن طبيا أنه يحسن من الكوليسترول الجيد اللي هو النوم. أوكي، النوم الإنسان يحصل على نوم صحي فيكون أقل عرضة لأمراض القلب، أقل عرضة لانسداد الشرايين، أقل عرضة لزافيسي للصدمة الدماغية ولا الوذمة الدماغية كذلك. بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، ما هو الأثر ولا المضاعفات اللي يسببها نقص النوم؟ شوف، الأمراض المزمنة تختلف من مرض إلى مرض. أوكي، يعني كل مرض. ما هو الشائع عند الجزائريين؟ يعني أكثر الأمراض هي السكري، الضغط، وأمراض القلب. دائما نقول الأمراض المزمنة إذا كانت من نوع مثلا الضغط، على بالنا بلي الضغط لازم له نوم، صح، لأنه يتأثر كذلك بالهرمونات خاصة هرمونات الغدة الدرقية، يتأثر كذلك بالحالة المزاجية، واحد مقلق وكي واحد منرفز يتأثر كذلك بالماكلة تاعو كذلك. الماكلة تاع رمضان يعني في حد ذاتها تحتاج حصص أعتقد إلى مراقبة لإدارتها كذلك. إذا كانت ليطا ستابل، إذا كان مثلا المريض في حالة مستقرة راهو بالدواء تاعو راهو في حالة مستقرة فنعتبره إنسان عادي، فهمتيني، راهو بدواء حاله مستقره، تعياراته في دي راهم في لي نورم تاع الشخص العادي. عندك لا طونسيون بصح راك بدواء تاعك في المعايير الطبيعيه، فعلى يعني في قصه النوم نعتبرك كانسان عادي، فتاخذ النوم تاعك بشكل عادي وامورك بشكل عادي. الان كاين احيانا ناس تكون عندها امراض مزمنه، الان مع لو ريجيم كي يتبدل في رمضان تبدا ايضا تمر اون فاز نون ستابل، يبدا السكر تاعو يدي واسع. اوكي، السكر تاعو ما يتسقمش باسكو كاين زلابيه، باسكو كاين الشباب، باسكو كاين الخبز البريوش الى اخره، مغريات رمضان. ايوه، فثم عندنا لا طونسيون يقول لك انا قالوا لي ما تاكلش الملح، بصح كي نشوفها قدامي ما نقدرش، فلا طونسيون تاعو تعاود ديزيكليبرا. امراض اخرى نحكي ممكن على امراض الربو كذلك، نحكيو على امراض العضليه كذلك، نحكيو على الناس اللي عندها سرطانات وربي يشفيها ويشفي كل مؤمنين ان شاء الله. فكل انا اعتقد باللي في حاله الامراض مهم انه الانسان يحصل على نمط حياه صحي قدر المستطاع، ابتداء من الطبق المتوازن الى شرب المياه بالشكل المتوازن كذلك والشكل الكافي كذلك، الى الحصول على النوم، الى الملتي فيتامينز، الى الفيتامينات المساعده نفس الاوميغا 3 والفيتامين سي المغنيسيوم كذلك، الامور يعني اللي ممكن تساعد الانسان لانه يحظى بحياه صحيه جيده. حكيت على المغنيسيوم ثم قلت انصح كذلك الناس بالمغنيسيوم، بزاف ناس يمكن ما يتنهوش لهذه النقطه بانه الجسم تاعنا يحتاج كذلك لزاكسيسوار تاعو، صحتنا تحتاج الى امور مكملات غذائيه، صحتنا تحتاج الى امور تساعدها كذلك باش توقف، مش فقط كاين بزاف ناس يقول لي لا انا ولا غادي ناكل مليح. واش ماكله مليح؟ هل الدجاج تاعك مليح ومتاكد منه؟ هل الخضر تاعك غير معالجه؟ هل اللحم تاعك ما فيش هرمونات؟ صح. فباش نقول الان كلمه حياه صحيه اعتقد الامر شويه صعب. ثم تعريف الحياه الصحيه مش خصوصا في الجزائر عندنا ثقافه من الاكل يعني مليئه بالدسم، الحلويات في رمضان. ايوه، اكل ناكله عجاج وناكله اكل ثقيل، بس تاكلها ثم لازم تكون قدامك ترقد مباشره. فهي عادات صحيه شويه مخربطه، لكن لما نقول الصحه ممكن لا ديفينيسيون دو سو مولا لا سونتي ولا اون سونتي اوبتيمال، الصحه المثاليه للنفس ما تعرفها منظمه الصحه العالميه تقول هي حاله من الصحه المثاليه، صحه جسميه نفسيه
اوكي ثم اجتماعيه. نعم فمهم الانسان يعتني بهذا الامر. دكتور شكرا جزيلا لك على هذه النصائح والمعلومات القيمه. اذا مشاهدينا نصل الى ختام هذا العدد، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل معي صحف توركم.